السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هاني غني. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برو نيوز. النهاردة هنتكلم عن بعض الأخبار وهندردش مع بعض شوية. لو أنت كنت جديد معانا ما تنساش تشترك، تفعل الجرس، طبعا شير ولايك للفيديو، وبقى اكتب لي رأيك تحت في التعليقات. النهاردة عندنا أخبار من انفيديا وكارت الـ RTX 3060، وهنشوف إزاي مش هينفع في التعدين. وكمان معانا أخبار من AMD، وفي كارتين شاشة هنتكلم عنهم جداد. وكمان عندنا خبر عن تحديثات ويندوز القادمة، وكمان خبر صغير كده عن كروم او اس، واخبار عن الستوك معالجات انتل ورايزن، وهنشوف كمان تخفيضات من انتل. وخلينا نبدأ بانتل ورايزن. وزي ما احنا عارفين رايزن لاول مرة السنة اللي فاتت تتفوق على انتل، وتبقى نسبة الماركت شير بتاعتها في الربع الاخير من 2020 اعلى من انتل. وبسبب المبيعات الكتير دي وقلة الانتاج اصبح فيه ندرة في الستوك بتاع رايزن، ومن هنا انتل انتهزت الفرصة، لان طبعا ما كانتش باعت الجيل العاشر اللي كان باقي عندها كتير جدا. انتهزت الفرصة دي وبدأت تعمل تخفيضات كبيرة جدا على كل الجيل العاشر بتاعها. هل يا ترى هنشوف التخفيضات دي عندنا سواء في مصر او في اي بلاد عربية؟ مش عارف، هنشوف. احتمال الكلام ده يظهر خلال الشهر الجاي او الشهر اللي بعده، احتمال الكلام ده تخفيضات تبقى بره بس وما تحصلش عندنا خالص. ونروح لجوجل، وهنا كروم او اس بقى بيحتل المرتبة التانية في الماركت شير بعد ويندوز 10 طبعا، وهنلاقي في المرتبة التالتة ماك او اس. ومعنى ان الاستخدام لكروم او اس زاد بالطريقة دي، احتمال نشوف في المستقبل منافسة مع ويندوز 10، مش عارف، لسه هنشوف. لو حابين ان انا اعمل فيديو واتكلم عن كروم او اس بتفاصيل اكتر اكتبوا لي تحت في التعليقات. اما مايكروسوفت فهتطلق قريبا تحديث جديد لويندوز 10 اللي هيكون باسم 21H1، وده هيكون فيه بعض التغيرات البسيطة، مفيش تغيرات كتير قوي. التغيرات دي هتشمل حاجات هتسهل الشغل عن بعد، لان زي ما احنا عارفين حاليا في ناس كتير جدا بتشتغل من البيت او بيشتغل بعيد عن مكان الشغل بتاعه. فالتغيرات الجديدة دي هتسهل للجروب بوليسي انها تعمل ابديت، وكمان هيكون في امكانية لتعريف اكتر من كاميرا غير الكاميرا الاساسية اللي بتبقى موجودة مثلا في اللابتوب بتاعك. هيبقى في امكانية ان انت تعرف اكتر من كاميرا، وده هيسهل حاجات كتير جدا في الشغل عن بعد. اما التغيرات اللي ليها علاقة باليوزر انترفيس او بالشكل اللي انت بتشوفه، فدي هتكون في التعديل التاني او الابديت التاني اللي بيسمى ب21H2، او اللي هيكون اسمه Sun Valley. ده هيكون فيه تعديلات جديدة شوية في الشكل، هنشوفها ان شاء الله ممكن على نص السنة. وبالنسبة لانفيديا، فانفيديا خلال يوم او اتنين ويمكن ثلاثة على حسب ما انت بتشوف الفيديو، هيبقى يوم 25 فبراير، هتطلق كارت الشاشة الـ RTX 3060، وهيكون بنسخة 12 جيجا. كارت ده سعره المعلن من انفيديا هو $329، وده بيبقى لنسخة الفاوندر اديشن، اللي بالمناسبة انفيديا مش هتنزل نسخة فاوندر اديشن من الكارت ده، وهتكتفي ان الكارت ده هيبقى موجود بنسخ احترافية بس. وبالرغم ان كارت الشاشة المفروض سعره يبدأ ب $329، إلا إن النسخ الاحترافية هتبدأ من $500. كل ده مش مهم، لكن الخبر الأهم إن انفيديا قالت إن الكارت ده هتقلل الهاش ريت بتاعه بحيث إن هو يبقى قدرته على التعدين أقل. زي الكلام ده هيعدلوا الكارت من حيث التعريف اللي هيبقى شغال عليه، ومن حيث البايوس كمان على حسب ما هم قالوا، بحيث ان الهاش ريت ده يقل بنسبة 50%. الهاش ريت هي قدرة الكارت على التعدين، هتقل بنسبة 50%. وعلى حسب كلام انفيديا ان التعريف اللي هيبقى شغال على الكارت او البايوس نفسه بتاع الكارت هيمنع الحكاية دي، وان الكلام ده غير قابل للاختراق، يعني محدش هيقدر يخترق الكارت ويتعدل عليه ويخليه ينفع ان هو يعدن بيه. الكلام ده غير قابل للاختراق حسب ما هم قالوا. وبكده الكارت ده هيبقى متوفر في السوق بكميات كبيرة، او بمعنى اصح محدش من الناس اللي بتعدن هتروح تشتريه، فالكارت هيبقى متوفر لكل الجيمرز وهتقدر تشتريه بالسعر الطبيعي. وهنا احنا لازم نشكر طبعا انفيديا، لانها قلبها على الجيمرز قوي وبتحب الجيمرز، وقدرت ان هي توفر لهم الكارت. بس ثانية واحدة، انفيديا قررت انها هتنتج او هتعمل خط انتاج تاني من كروت شاشة، ولكن هتكون للتعدين، كروت خاصة للتعدين.
يعني هي مش قفلت الموضوع على الكروت او كارت الار تي اكس 3060 علشان الجيمرز بس، لا هي عملت خط انتاج تاني من الكروت علشان التعدين، هيبقى اسمه سي ام بي، وده اختصار ان الكارت ده بيبقى شغلته الاساسية التعدين، وهيبقى منقوص الخواص على حسب كلامهم انه ما بينفعش وغير قابل ان انت تلعب عليه او ان انت تستخدمه في الجيمز. طيب ما انت ممكن تقولي طب ما الكلام ده حلو اللي بيعدن له الكارت بتاعه، وانا كجيمر عندي الكارت بتاعي، ويبقى كل واحد عنده الكارت اللي يشتريه ويلعب بيه او يعدن بيه، دي حاجة حلوة جدا. اقولك بس ثانية واحدة، انت المفروض تاخد بالك من حاجة. اول نقطة، مين اللي يضمن ان الكروت اللي هتتصنع للتعدين مش هتكون متاخدة من الكروت اللي اساسا كانت هتنزل لك في صورة RTX 3060؟ ما هي نفس الشرائح السيليكون اللي هتستخدم. فانا هنا انا عندي مشكلة اصلا في الستوك، فانا هاخد جزء من الانتاج اخليه كروت غير قابلة غير للتعدين. طب ما انا كده هقلل الستوك بتاعي، او اللي معروض من الـ RTX 3060 هيقل، بلاش هيقل، طب انا كان ممكن اقدر ازوده. مين اللي يضمن لي ان انا ما اخدش كروت من دي واحطها هنا؟ محدش يعرف. هما بيقولوا ان لا ده خط انتاج غير ده، طب ما هي نفس شرائح السيليكون. دي حاجة. تاني نقطة مهمة ولازم تبص للصورة دي من بعيد شوية، كل الناس اللي بتعدن اول ما التعدين يبدأ يحصل فيه مشكلة او يقف او يقل او تبقى مكسب منه مش قد كده، اللي بيعدن ده اول حاجة بيعملها بيجري يبيع كل الكروت اللي عنده، لان دي اخر حاجة يقدر يجيب بيها فلوس بعد ما خلاص عمل تعدين والمفترض ان هو كسب من موضوع التعدين ده. طيب لما هيبيع الكروت اللي عنده دي، انت هيبقى متوفر عندك في السوق كروت كتير جدا مستعملة، زي مثلا ما السوق غرقان حاليا بكروت الـ RX 470 والـ RX 570 والـ RX 580، السوق موجود فيه كل الكروت دي مستعملة بسبب التعدين اللي كانوا سحبوا الكروت دي وبعدين رجعوا نزلوها لما بقوا فيه عندهم كروت اقوى. طيب ده بيخلي ايه؟ بيعمل لك ايه؟ بيحل لك مشكلة. اي حد بيشتري بيبقى عنده مشكلة انه يشتري كارت جديد او كارت او احدث كارت، فممكن يروح للبديل كارت مستعمل وهيكون بسعر قليل. ليه بسعر قليل؟ لان في كميات كبيرة جدا منه محطوطة في السوق. طيب في حالتنا دي لما اللي بيعدن ده ياخد الكروت الجديدة اللي هي غير قابلة للاستخدام للجيمينج مثلا، ما بتستخدمش في الكلام ده، هي تعدين بس، بعد ما هيخلص تعدينه والتعدين بتاعه يقف لأي سبب ما، هيعمل ايه بالكروت؟ مش هيقدر ينزلها في السوق، مش هيقدر يبيعها، خلاص هيجيبها على جنب. في بقى استخدامات تانية بيقطعوا الكروت دي وبيعملوا منها حاجات تانية، لكن انت كمستهلك مش هيبقى عندك في السوق الكروت دي المستعملة، لان الكروت دي ما تقدرش تستفيد بيها. طب انت هتعمل ايه بقى؟ يا هتروح تشتري احدث جيل نازل، يا الا هتبقى مضطر ان انت تستنى حد هيحدث لاحدث جيل وتروح انت شاري منه الكارت بتاعه مستعمل، وبكده انفيديا تبقى امنت نفسها الجيل الجاي والجيل اللي بعده، لان ضمنت ان انت مضطر تعمل حاجة من اتنين، يا تشتري كارت مستعمل من واحد هيطور لكارت جديد، يا الا تشتري الكارت الجديد، لان هيبقى ساعتها المستعمل مش كتير. وانا رأيي ان لو انفيديا قلبها فعلا على الجيمرز ومهتمة ان كل جيمر يحصل على الكارت اللي هو عايزه من الجيل الجديد، كانت بدل ما تعمل خط جديد وتنتج كروت السي ام بي اللي هي هتبقى خاصة بالتعدين، كانت توفر الكروت دي وتزود انتاجها من كروت الـ RTX، وكانت هنا تبقى وفرت ستوك اكتر، تقوم تحل المشكلة القائمة فعلا. لان كمان موضوع ان هم بيقولوا ان السوفت وير او البايوس غير قابل للاختراق، وان الكارت كمان هيفضل مقفول ومش هينفع يتعدن بيه، مين يضمن دي كمان؟ ما ممكن بعد شوية يتفتح الكارت ده ويبقى عادي بيتعدن بيه، ويبقى احنا خسرنا شوية كروت بدل ما كانت هتبقى في الـ RTX او خط انتاج الـ RTX راحت لكروت غير مش هتستخدم اصلا للالعاب. وما دام اتكلمنا طبعا عن انفيديا، يبقى لازم بقى نجيب سيرة AMD. AMD نازلة
الشهر الجاي 18 ابريل هتنزل بكارتين شاشة، كارت الاولاني 6700 وال 6700 XT. الكارتين دول نازلين، واحد هيبقى نسخة 6 جيجا والتاني هيبقى 12 جيجا. طبعا دول معروف ان هم نازلين مخصوص علشان الـ RTX 3060 Ti والـ RTX 3060. هنشوف دول هيعملوا ايه. على العموم انا بحب جدا ان انفيديا و AMD باستمرار يبقى في ما بينهم ندية، او ان يبقى فيه هنا كارت ينزل هنا كارت، تحط هنا كارت ينزل هنا كارت على طول، لان الحكاية دي بتعمل تنافس وانا كمستهلك انا اكتر واحد بستفيد. هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف الكارت ده هيعمل ايه. وبكده خلصت اخبار النهاردة، واستناني في حلقة جديدة من برو نيوز. ولو كانت عجبتك برو نيوز ياريت تقولي تحت في التعليقات عشان اعمل حلقة جديدة من البرو نيوز واستمر في الحلقات دي. وما تنساش طبعا شير ولايك للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.